دعونا نقف إجلالا للنشيد الوطني الفلسطيني. الحضور الكرام مع حفظ الألقاب، مستمعينا الأعزاء على راديو بيت لحم 2000 وموال، الأعزاء المشاهدين عبر تلفاز فلسطين قناة المباشر وعبر الإنترنت، رؤساء القوائم الانتخابية لمجلس بلدي بيت لحم الكرام، الأستاذ أنطون سلمان رئيس كتلة بلدنا، الأستاذ نبيل قواس رئيس كتلة بيت لحم المستقلة، الأستاذ هلست كلهم صاروا أساتذة بيمش، الأستاذ جورج حزبون رئيس كتلة بيت لحم للجميع، الأستاذ روك رئيس كتلة أبناء بيت لحم، الأستاذ صالح البندك رئيس كتلة المستقبل، والأستاذة فيرا بابون رئيس كتلة الاستقلال والتنمية. شكراً لتلبيتكم دعوتنا للاشتراك في هذه المناظرة في دار الندوة الدولية، وإن دل هذا على شيء إنما يدل على روح ديمقراطية ورياضية عالية. وبالرغم من تخوف البعض إلا أننا نشكركم على تواجدكم معنا في هذه الأمسية. لقد آمنت مجموعة ديار دائماً بأهمية المجتمع المدني، مجتمع المواطنة، ولذلك كانت رسالتنا منذ البداية تقوم على تطوير الفرد وتحويله من مراقب للأحداث إلى مواطن مشارك، ومن إنسان منفعل إلى إنسان فاعل ومتفاعل. فالمواطن ليس صورة بل له صوت، له رأي، وله في النهاية القول الفصل، وذلك عبر صناديق الاقتراع. وكي تكون العملية ديمقراطية بحق لا تكفي صناديق الاقتراع وحدها، فهذه عملية آلية، بل المهم هو وعي الفرد والمواطن وقدرته على اتخاذ القرار بما يضمن رفعته وازدهار مدينته والارتقاء بجودة الحياة فيها. ولذلك ارتأينا أن نجمع اليوم رؤساء الكتل جميعاً بلا تفرقة ولا تمييز. لم نجمعهم كي يتخاصم الواحد مع الآخر على شاكلة الاتجاه والاتجاه المعاكس، ولم نلتقي كي نشتبك بعضنا مع بعض، بل أتينا لنعطي كلاً من القوائم المساحة الكافية للتعريف ببرنامجها، وهذا سيكون الجزء الأول من المناظرة. ولكننا أيضاً اجتمعنا لنستمع إلى رأي المواطن في هذه الانتخابات، إلى آلامه وآماله، وهذا سيكون في الجزء الثاني من المناظرة. أما في الجزء الثالث فسيتاح المجال للمواطن أن يسأل ويستفسر ويتساءل ويطلب توضيحات وأجوبة.
وللمحافظة على عملية ديمقراطية شفافة وكي نعطي مجال لأكبر عدد من الأسئلة، سنستقبل الأسئلة فقط عبر البريد الإلكتروني elections@dr.ps أو على صفحة فيسبوك DR Consortium، كما وبإمكان المستمعين إرسال الأسئلة ابتداء من هذه اللحظة. هذا ولن نسمح بالتجريح أو التخوين، فنحن في مركز ثقافي وفي بلد حضاري ولا نقبل بغير هذه الهوية. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم في هذه الدار العامرة بوجودكم، ولتبقى بيت لحم منارة علم وعمل ونبراس حضارة وإيمان. في البداية ارتأينا أن نتأمل في المعطيات الرئيسية لهذه الانتخابات البلدية. من ينظر إلى محافظة بيت لحم سيكتشف أن منطقة نفوذ مجلس بلدي بيت لحم هي صغيرة جداً. عدد السكان في هذه المنطقة 28,593، وعدد الناخبين 12,828، عدد صغير. طريقة احتساب وتوزيع المقاعد ستكون بحسب نظام التمثيل النسبي سانت لوجي، ونسبة الحسم ستكون 8%. عدد المقاعد 15 مقعد، 8 للمسيحيين، 7 للمسلمين، ومنها 3 أيضا مخصصة للنساء. 6 قوائم ستخوض هذه الانتخابات: قائمة بلدنا، الأستاذ أنطون سلمان، الرقب الانتخابي 1، صفة الترشح مستقل، وبالتالي هناك باقي القوائم التي ترون أسماءها على الشاشة أمامكم. ذكرناهم قبل شوي، فهون بس كمان مرة للتذكير. بهمش، أنا بعرف إنه أوكي. سألنا الشارع إن كان سيدلي بصوته، لأن نسبة الانتخابات ونسبة الذين سيدلون بأصواتهم ستكون مهمة، وكانت الإجابات كالتالي: نكون انتخابات منيحة إن شاء الله. أنا بالنسبة إلي مقاطع انتخابات بلدية بيت لحم. يا إن شاء الله. والله العليم مشارك مشارك بتعرفش. احتمال لا. حتشارك بانتخابات بلدية بيت لحم يوم السبت؟ لا. راح أشارك. إن شاء الله. إن شاء الله بس تكون تغير البلدية أحسن، يكون أسعار المية، أسعار الكهرباء، لأنه أسعار مش غير أسعار، لأنه أنا بدي أعبي 100 شغل مثلاً بتخلص، أعبي 200 شغل بتخلص، لأنه يكون أسعار غير أسعار. إن شاء الله. أكيد طبعاً. أكيد لا، أكيد رايحين نشارك، ومفروض الكل يشارك. أكيد لازم أشارك. إن شاء الله طبعاً. أكيد إن شاء الله. إن شاء الله رايحين ننتخب. لا ما بديش أشارك. ليه؟ لأنها البلدية تتعاون مع الشرطة، والشرطة بتتعاون مع البلدية، وما بخلوش ناس يقصد باب الله يتسبب قاطعين رزقة الفقراء والمساكين. لانه ما استفدنا لا من الاول ولا من الاخر، شو بدنا نستفيد من اللي بينزلوا هلا؟ يعني شو سووا لنا بالنهايه؟ بس انا كمواطن بيت لحم بسكن مخيم العز لا حق لي الانتخابات البلديه. ان شاء الله. اكيد بلديه بيت لحم ان شاء الله. بصراحه للحين ما قررت لحم انتخب او لا. السؤال الكبير: كم ستكون نسبه الاقتراع؟ في الانتخابات الماضيه كانت نسبه الاقتراع 47%، والاستطلاعات تشير إلى نسبة مشابهة هذه المرة أو أقل، مما سيخفض من نسبة الحسم.
ثم سألنا الشارع على أي أساس سيضلي بصوته، فكانت الإجابات كالتالي: لا، البرنامج الانتخابي. وشو بدع البرنامج الانتخابي وشو بده يحقق والأشخاص كمان. شو هي أهم نقطة ببرنامج انتخابي أنت شفته لهاي الأعضاء وحابب إنه مثلاً أكون لهذا البرنامج، لأنه شفت فيه إنه نقاط معينة؟ أنا اللي شايفه كله يعني الموضوع مكرر يعني تقريباً عن الفساد ما فساد. لا ما فيش نقطة معينة، ما قرأت للحين حتى. ما بجوز المشكلة اللي فيش، مش موزعين شو الدعاية تاعتهم الانتخابية أو شو البرنامج الانتخابي، ما وزعوش. مشكلة عندهم بجوز. هاي مشكلة هاي، لأنه أنا بعرف شو انتخابات يعني برنامج الانتخاب، بعرف شو هو. فيش عندك قرابة ولا توجه؟ قرابة فيشي ولا توجه سياسي. هاي أساس رايح تنتخب؟ هاي أساس رايح انتخابات. ممكن يكون في ناس مثلا بيحكوا بالبلد إنه بدنا نعمل ونقيم ونحط وكذا، هذا معناته هذا البرنامج الانتخابي صح؟ النقطة المهمة اللي لازم حتى يركزوا عليها واللي ما ركزوا عليها، إنه أكيد الشباب العاطل عن العمل كلهم خريجين جامعات ومتعلمين، ونسبة كبيرة منهم ما بتتوظف. طبعا مش قرابة ولا إنه بالنسبة لإشي سياسي، بس كواجب وطني بالبلد إنه بدفع الناس اللي موجودين، يعني أي حدا عنده انتماء للبلد إنه يطلع ينتخب. إذا بنستفيد من واحد بيفيد البلد انتخبه. بالنسبة لي بنتخب الأصلح اللي يعني بحس أنه بده يفيد البلد، مش على صلة قرابة أو صلة معرفة أو إشي زي واحد شريف ناس نظاف. بالنسبة لي أنا من يعني فغوري من أصل بيت لحام، واللي نزني يعني في البلدية برضو في يعني لي قرابة نزني. السبب الرئيسي اللي بدفع أي مواطن للانتخابات اللي هو انه عنده حب التغير، حب انه يحط شخص اللي يسوي له مثلا شغلات افضل من الشخص اللي كان قبله. لا والله انا تعش بدي انتخب واحد جديد ليكون للبديعة قد حاله. لا والله ما في اي ناس معينين يعني، بس ان شاء الله راح نشارك في الانتخابات، هذا المهم عندي. يمكن توجه سياسي يعني برنامج تطوير المدينة هو اللي بدفعنا انه نشارك هالمرة في الانتخابات. أهم إشي ممكن أفكر فيه هو كيف بده يطور البلد، كيف بده يفيد فئة الشباب اللي أنا بعتبر حالي جزء منها. أنا بتوقع من البلدية الجديدة ما حدا ينتخبها. قرابة ما فيش، أما في يعني هدول الجماعة يعني لما بتيجوا للانتخابات يعني بينفعوا البلد وبينفعونا إحنا كمان. يعني قصدك في برنامج انتخاب؟ طبعاً معلوم. طب أنت بتعرف بهاي البرامج ولا لا؟ لا والله ما بعرف. رايح تنتخب هيك؟ بدي انتخب بس لانه هدول الجماعة يعني من مصلحة البلد ومن صالح البلد. بتحط في راسك حدا يعني؟ والله ان شاء الله. لا التوجيه السياسي على اساس انه لا توجيه سياسي. بالنسبة لي راح انتخب كتلة فتح، لانه احنا ابا عن جد فتحوية ورايحين ننتخب كتلة فتح ان شاء الله. احنا بنشوف شو بيساوي واللي بيستحق الانتخابات بننتخبه. بتوقع بعد رحمة الياس فريج كل بلدية بتيجي أسوأ من اللي راحت حتى الآن. يخلوا الناس بحالها، خليها تسترزق تتسبب، ما تمنعش حدا. السبب هو يعني بنقدر نجمله أنه بتغيير الوضع الموجود، بس على الأغلب بيكون البرنامج أهم شيء. يبدو إذن أن نسبة لا بأس بها من المواطنين لم تقرر بعد من ستنتخب، ويبدو أن الملتزمين حزبياً والمقربين من أحد المرشحين هم من حسم أمره، أما الغالبية الصامتة فلا زالت تنتظر. كما ويبدو أن عدد لا بأس به من المواطنين يريد أن يعرف أكثر عن برامج القوائم المختلفة، لذلك دعونا نتعرف أولاً على برامج القوائم المختلفة كما أشارت إليها في دعايتها الانتخابية. القائمة الأولى قائمة بلدنا، مشينا حسب ترتيب الرقم الانتخابي حتى ما يقولوش إنه بتغاوز مع أي إنسان. ف
سنسعى لتطوير التكافل والتضامن الاجتماعي وتعميق الوعي الأسري لبناء مجتمع يهدف لتعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع. سنسعى لتحسين الأداء الوظيفي في البلدية ونتطلع إلى زيادة القدرة الاستيعابية للنظام التعليمي بإضافة غرف دراسية وبناء مدارس جديدة. سنسعى لتطوير شبكات الطرق وشق طرق جديدة وتوفير مواقف للسيارات لتخفيف الازدحام المروري. سنسعى لاستدراج مشاريع صناعية استثمارية متوسطة لتنمية اقتصاديات المنطقة وإنصاف المنتجات المحلية وحماية الصناعات الحرفية والتقليدية والمحافظة عليها وإنعاشها. نحن الناظرون إلى الغد وكلنا أسرار على ولادة فجر جديد بأيدي شجاعة وذكية كتلة بلدنا. إننا نتطلع لإيجاد منشآت ترفيهية ورياضية وثقافية لتكون معلما يساهم في بناء جيل واعد. إننا نتطلع لرفع مستوى الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع وذلك بإقامة حملات التوعية بين المواطنين لتحسين السلوك البيئي في المجتمع. سنسعى لتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطة المحلية والمؤسسات غير الحكومية. سنسعى لتحسين وتطوير المرافق السياحية في المدينة وخاصة البلدة القديمة لتصبح مرفقا سياحيا هاما مع الحفاظ على مكانتها ومعالمها التاريخية كتلة بلدنا. إننا ندعوكم لممارسة حقكم الديمقراطي والمشاركة في الانتخابات لمجلس بلدية بيت لحم القادم لاختيار ممثليكم ومن تثقون بأنهم سيحملون آمالكم وتطلعاتكم وحلمكم في المرحلة القادمة. انتخبوا كتلة بلدنا لانتخابات مدينة بيت لحم. الرقم الانتخابي 1. حبة بحبة يا بلدنا، حبة بحبة يا بلدنا، بإيد بإيد من ابنيها. في الواقع ارتأينا أن نشاهد الست أفلام للست قوائم، لأنه لاحظنا على اليوتيوب أنه ثلاثة أرباع الناس مش شايفة هذه الأفلام، وبالتالي منيح نعرف كيف الكتلة بتعبر عن برنامجها. ولكن راح يكون في سؤال لكل رئيس كتلة أو قائمة ومعه دقيقتين، وراح تشوفوا في عداد إلكتروني وقت الدقيقتين رايح أقطع الشخص عن الكلام. هناك تركيز يبدو على البلدة القديمة في الدعاية الانتخابية لقائمة بلدنا، ممكن توضح لنا ليش أستاذ أنطون؟ يعني السؤال الأول بلش عندي. مساء الخير للجميع. بلا شك أنه بيت لحم بعد معركة طويلة بالتعاون بين بلدية بيت لحم ووزارة السياحة ودائرة الآثار استطاعت أن تضع البلدة القديمة في بيت لحم وكنيسة المهد على قائمة التراث العالمي، وبالتالي أصبح هناك واجب وضرورة ملحة على عاتق مواطني بيت لحم ومجلس بلدية بيت لحم والسلطة الوطنية الفلسطينية أن ترتقي بالبلدة القديمة في مدينة بيت لحم بجميع مجالاتها البيئية والعمرانية لتستطيع أن تكون بالمستوى المطلوب منها أمام التحديات، خصوصا في ظل الرفض من قبل العديد من الدول لفكرة ومبدأ وجود بيت لحم على قائمة التراث العالمي. والحقيقة إنه بيت لحم على قائمة التراث العالمي هي فخر لكل فلسطيني، لأنها أثبتت الهوية الفلسطينية كهوية عالمية مستقلة حافظت على شخصيتها عبر السنوات الماضية وعبر الصراع المرير اللي خاضه شعبنا في معركة النضال الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هي أول مدينة فلسطينية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية توضع على قائمة التراث الوطني الفلسطيني، ومن المهم جدا 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 أن نكون على مستوى والقدر المطلوب منا في إعطاء الصورة الجميلة لمدينة بيت لحم والحفاظ عليها وتطويرها بما يخدم مصالح أبنائها وبما يخدم وجود السائح القادم من الغرب إلى داخل البلدة القديمة لتكون معلم يتحدث عنه الجميع، ليس فقط حبر على ورق وإنما كواقع حقيقي يعيش الإنسان الفلسطيني وكل من يأتي لزيارة بيت لحم في المستقبل. أه
على فكرة بس للتنويه، بيقدر الواحد كمان يحكي بلغة دارجة، مش شرط لغة عربية فصحى أولا، وثانيا مش شرط الواحد يخلص لدقيقتين اللي إله، إذا بيقدر يخلص بثلاثين ثانية كمان ممكن. أنت التزمت، لا كل الاحترام. القائمة الثانية قائمة بيت لحم المستقلة، فلنشاهد الفيديو كليب لهذه القائمة. كتلة بيت لحم المستقلة، خدمة عطاء تطوير. لهذا نترشح، لأن لدينا رؤية عميقة وشاملة لكي ننهض بمدينتنا من كبوتها بمساندة ومعونة أهلها، لأن بيت لحم تستحق أفضل وأهلها يستحقون ما هو أرقى، لأننا لا نتخلى عن واجبنا في وقت الأزمات، لأننا ندرك احتياجات الأجيال الجديدة وأحلامها وطموحاتها ونسعى لتحقيقها، لأن بيت لحم تواجه تحديات عظيمة ولا بد أن نسعى إلى حمايتها من الأخطار، لأن بلديتنا بحاجة إلى إدارة تعنى بالمواطنين وبالخدمات المقدمة إليهم وبالمساواة من أجل الصالح العام. نتقدم نحن المواطنون أعضاء كتلة بيت لحم المستقلة المرشحين لانتخابات بلدية بيت لحم إلى كل مواطن في مدينة بيت لحم، إلى كل رجل وامرأة، إلى كل مسيحي وكل مسلم، إلى كل شاب وشابة، طالبين ثقته وصوته الانتخابي، ملتزمين بالقانون ومتعهدين بالمساواة، معتبرين برنامجنا عقداً بيننا وبين المواطنين كافة، واثقين بأن مدينتنا يمكنها أن تستعيد مكانتها وأنها قادرة أن تبدأ عصراً جديداً تؤكد فيه أنها تاج العلا. ندعوكم جميعاً أن تشاركونا وأن تراقبونا، أن نعمل سوياً وأن تحاسبونا، وبرنامجنا هو وثيقة الشرف والعقد الذي نلتزم به معكم، متعهدين أن نحقق ما التزمنا به لكي ننشئ معاً عصراً جديداً. سؤال للسيد نبيل قواس. هناك تركيز على الجيل الجديد في هذا الفيلم، هل من توضيح؟ طبعا احنا كنا نسعى للأجيال القادمة انه نضع لهم قاعدة أساسية في البناء والتطوير، ويكون لهم مشاركة فعالة خاصة في مجالسنا وفي مجلسنا البلدي بالذات وتحديدا. كان إلنا دور كبير وتواصل مع الشباب بحسب طبيعة تواجدي واهتماماتي الخاصة مع الشباب ودور الشباب والشابات وتفاعلهم في المجتمع تجاه مدينته من خلال بلدية بيت لحم. إنما كانت الإجابة دائما بالرفض، لكن دورنا الأساسي هو دعم الشباب وتواصلهم، ونحن إذا كان لنا الفرصة في بلدية بيت لحم أن نكون في هذا المجلس سوف نعمل على التواصل مع الشباب وتنمية قدراتهم، لأن لهم دور ريادي في المستقبل لقيادة هذه المدينة والتطور والرقي بها حسب مستواها ومسماها كمدينة بيت لحم، لأن لها مسمى عالمي نحتفل به عالميا كل سنة، وهي طاقة للعالم كله ومنظار العالم كله تجاه هاي المدينة. شكرا. شكرا أخ نبيل. القائمة الثالثة هي قائمة بيت لحم للجميع، فلنشاهد الفيديو الخاص بها.
بيت لحم للجميع جورج. بيت لحم للجميع هي رسالة تم إرسالها لمواطني المدينة، تقول بأن هذه المدينة تحتاج للجميع للنهوض بها وإعادتها إلى مكانتها الطبيعية المعاصرة بين مدن العالم. هذه المدينة التي تمتلك تراثاً يمتد آلاف السنين يجب أن تكون مدينة غير محاصرة بهذا الجدار ولا بهذا الاستيطان ولا بهذا الاعتداء على مرافقها وشوارعها ومكوناتها المختلفة. يجب الاستفادة من الثروة السياحية من أجل دعم وتطوير القطاع التجاري والوصول إلى حياة كريمة للمواطنين في مدينة السلام بيت لحم. تسهيل معاملات المواطن والابتعاد عن البيروقراطية بإعادة هيكلة النظام وتطبيق الأيضا. إعادة تشكيل نظام صحي يستجيب لتطورات المدينة ومؤسساتها. المواطن يستحق الخدمة الأفضل صحيا وإداريا وخدمة جيدة في قطاع النفايات والمجاري. ضرورة تحسين خدمات سلطة المياه ومنع انقطاعها وحسن توزيعها. العمل على تخفيض أسعار خدمات الكهرباء ووصول إنارة الشوارع. المرأة ليست ديكوراً في المجلس بل عنصراً فاعلاً مؤثراً ومتعاوناً مع المنظمات النسوية. سوف نعمل على توسيع حدود المدينة وخصوصاً جنوباً وإزالة سوق الماشية والمسطح البلدي لأن المواطن يستحق الأفضل في كل الخدمات. سؤال للسيد جورج حزبون. لفت نظري موضوع إعادة هيكلة البلدية، ما المقصود به؟ يعني إعادة هيكلة البلدية واضح بأنه في أي دولة أو أي ثورة أو أي تغيير يجب إعادة النظر في الجهاز البيروقراطي، لأن هذا الجهاز البيروقراطي عادة هو يتحكم إذا لم يكن في نصف القرار فأكثر من ذلك. فإعادة النظر في هذا المبنى على أسس علمية صحيحة تسهل على المجلس أخذ القرار. لا يمكن أن يكون المجلس مجرد رغبات وأمنيات. عضوية المجلس هي مرتبطة بالواقع الموضوعي للمجلس البلدي. حتى هذه البرامج التي يتم الإعلان عنها أو الإشهار لها، هذه برامج لا يمكن أن تكون واقعية أو موضوعية إذا لم تكن متوافقة ومنسجمة مع حقيقة واقع المجلس البلدي. وبالتالي علينا أن نعيد النظر في هذا المبنى الإداري والبيروقراطي في البلدية تمهيدا لوجود استعداد للتوجه نحو إقامة مشاريع أو تنفيذ المشاريع. والملاحظ أن احنا في بيت لحم للجميع اهتمينا أولا بأنه التسمية تكون للجميع في محاولة لتوصيل رسالتنا كما ورد بأنها بيت لحم لكل مواطنية. نحن نتعامل بلغة المواطنة وليست بلغة السكان. نحن مواطنون فلسطينيون وعلينا أن نعيد بناء مختلف أوجه ثقافتنا العامة بما فيها مشاريعنا والنظافة العامة والنفايات وأيضا حدود البلدية، لأن هذه البلدية محاصرة ومضيق عليها من كافة النواحي. في الناحية الشمالية صادرتها إسرائيل، وبالتالي علينا مهام كبيرة جدا لمواجهة المسؤوليات الإدارية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، وأنا أتمنى أن ننجح في ذلك. شكرا. إلى قائمة أبناء بيت لحم، فلنشاهد الفيديو الخاص بهم.
لا جورج 4-4 هو لازم يكون كتير سريع، بتتصوروش قديش عليه ضغط بين ما ينقل من الساعة الإلكترونية للفيديو المطلوب، فالعملية أصعب ومرات الكمبيوتر بتجاوبش. طبعا احنا ما لا نعتقد انه في الكمبيوتر متحيز لحدا. لا، قائمة أبناء بيت لحم. لا كله مسجل، كله مسجل ومرقم، بس مرات الكمبيوتر بكونش بسرعة الإنسان. لا، قائمة أبناء بيت لحم. على فكرة عبين ما يجي الفيديو، بس بحب أنوه أنه لم نعطي الأسئلة لأي من رؤساء القوائم، يعني هي بتكون مفاجأة شو السؤال، لأنه بدنا نشوف كمان قديش سرعة البديهة، وبدنا نشوف كيف بيقدروا يجاوبوا، هل فكروا بهذا السؤال أو لا. ففيش سؤال أعطي لأي شخص قبل هاي المناظرة حتى نكون يعني واقعيين. وامامنا اوراق وكل المواطنين انه في عندهم شيء، احنا اخذنا البرنامج بس البرنامج بدون ولا سؤال، فهي مفاجاه للكل. فيش حدا اطلع على الاسئله الا حطيتها انا، وبعدين نيجي لاسئله الجمهور. وبالتالي شكله الكمبيوتر متحيز. أوكي. المحامي روك روك، قائمة أبناء بيت لحم، من أجلكم نعمل وباسمكم نتكلم، إننا نسعى لكم وبكم، لا نعدكم بشيء سوى أن نبذل قصارى جهدنا. أنا سلفانا جكمان امتدي، نحن أبناء البلد إيد بإيد منعمر هالبلد، وبهمتنا أجمعين نرفع راية كتف فلسطين. أحمد كمال، قائمة أبناء بيت لحم، أنظر إليها بعيون من أحبها وعمل على تطويرها ونمو اقتصادها. مدينة بيت لحم مدينة المحبة والسلام. دكتور ميشيل حنانية، كتلة أبناء بيت لحم، برنامجنا هو برنامج حقيقي لبداية طموحة، فهو منكم ومعكم. ماهر حنظل، من أبناء كتلة بيت لحم، نقول هم يقولون الكثير ونحن بالقول القليل نعمل الكثير. الدكتور عدنان صفا، قائمة أبناء بيت لحم، معا يدا بيد من أجل النهوض بمدينة بيت لحم والوصول بها إلى العالمية. نانسي عطلة، كتلة أبناء بيت لحم، سألني الناس عن خيمة الانتخابية فقلت هي موجودة في وجدان وبيت كل ناخب. جورج الزغبي، كتلة أبناء بيت لحم، نؤمن بتنمية حقيقية بمشاركة جماعية. سؤال للأستاذ روك روك. لفت نظري قولك لا نعدكم بشيء، يا ريت توضح لنا شوي اكثر. نحن في قائمة أبناء بيت لحم لا نستطيع أن نعد شيء إلا أن ننفذه، وكي ننفذ ما نوعد به يجب أن يكون لنا أغلبية في المجلس البلدي. لذلك نحن عازمون كما ورد في بياننا الانتخابي، عازمون على العمل، ونؤمن بأننا يجب أن نعمل. لدينا برنامج طموح، نرغب في تحقيق هذا البرنامج إذا استطعنا، لأننا نعلم علم اليقين
بأن كل زميل من الزملاء المتنافسين على مقعد بلدية بيت لحم له برنامجه الانتخابي ويسعى إلى تحقيقه. لذلك يجب علينا التعاون في سبيل تحقيق وإنجاز القواسم المشتركة في بياناتنا المختلفة بدون أن نستطيع ولا نستطيع أن نعد بأننا سوف نفي بتنفيذ نقطة واحدة لا نتفق عليها مع الآخرين. البرنامج الانتخابي هو برنامج لمصلحة المدينة، ونحن بكل صدق نقول في لقاءاتنا التي كانت بين الجمهور والمواطن لنيل ثقة الجمهور بأننا لا نستطيع أن نعد بشيء لا نستطيع إنجازه، نعدكم أن نبذل قصارى جهدنا لخدمتكم وتحقيق ما ورد في برنامجنا الانتخابي. نريد مسلخا نظيفا لنأكل لحوما معالجة صحية، نريد خدمات صحية صحيحة، نريد مدينة سياحية ترقى إلى العالمية في مستواها. شكرا. شكرا أستاذ راشد. أنت الوحيدة اللي خلصت قبل الدقيقتين، فشكرا خاص على هذا الإشي. ننتقل إلى القائمة الخامسة، قائمة المستقبل. بتأمل إنه الفيديو يكون جاهز، بس بحب أقول عبين ما يطلع الفيديو إنه يعني الروح الرياضية الموجودة بالقاعة بدها زقفة. لأنه رأس مال البلد هو هاي الروح الرياضية، هذا هو رأس مالنا. يعني البلدية بتقدرش تشتغل إذا ما كانش فيه. تفضل. لا كمل، بهم الجوج، أنا حاولت أعبي الوقت. انتخبوا كتلة بلدنا. لا لا لا، هلا كانت قبل مظهر. لا هذه هي. لا لا اوكي، كانت مظبوطة، كان لازم تكمل. إن الهوية بنت الولادة، لكنها في النهاية إبداع صاحبها لا وراثة ماضي. العمل على إقامة صالة رياضية حديثة وكاملة، والعمل على ترميم الملاعب والصالات الرياضية في مدينة بيت لحم. انتخبوا قائمة المستقبل. العمل على تنمية المدخل الشمالي لمنطقة بيت لحم لتعزيز صمود المواطنين المقيمين والعاملين في المنطقة المجاورة لجدار الفصل العنصري. العمل على إنشاء صندوق الطالب الفقير المتفوق لتوفير منح دراسية جامعية من البلدية. من أجل هذا انتخبوا قائمة المستقبل. بدنا البلد تعمر، وبدنا السياحة تزدهر، بدنا نعيد النظر باتفاقية بدكو، وما بدنا نجدد احتكار مسير السياح. من أجل هذا انتخبوا قائمة المستقبل. سوف نعمل على تحسين خدمات النظافة بمنطقة بيت لحم باحترام البيئة لبلدنا. من أجل هذا انتخبوا قائمة المستقبل. العمل على تطوير التواصل الاجتماعي مع المؤسسات وحارات وأهالي مدينة بيت لحم. سنعمل على تطوير الخدمات السياحية في مدينة بيت لحم. لنعمل على إيجاد حلول للمناطق المهمشة في شتى الخدمات والفرص. لنعمل سويا من أجل ترميم شوارع بيت لحم. من أجل تأمين بيئة دراسية مناسبة للطالب. العمل على حث المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار في المدينة. سوف نعمل على تنشيط العلاقات الدولية عبر 67 اتفاقية توأمة بين بيت لحم وبلديات العالم. العمل على تفعيل مركز السلام من أجل نقل التراث الثقافي والحضاري إلى العالم. لنعمل على شق شوارع جديدة لتخفيف الضغط على مركز المدينة. أولوياتنا حماية المستهلك وحقه في الحصول على مواد غذائية سليمة. العمل على إنشاء مراكز تدريبية وتعليمية للمرأة المهمشة للارتقاء بها إلى المستوى المطلوب وإيجاد فرص عمل للشباب والعمال. انتخبوا قائمة المستقبل. سؤال للسيد صالح البندك. لفت نظري موضوع حماية المستهلك ومواد غذائية سليمة، مش عارف ليش التركيز على هذا الموضوع. أول شيء مساء الخير،
يعني احنا ككتلة ككل قمنا بزيارة جميع المواقع في مدينة بيت لحم، ومن خلال زياراتنا طلعنا على سوق اللحمين وسوق الخضرة وسوق سوق المبازة القديمة، فوجدنا انه فعلا النظافة معدومة، الأراضي وسخة، فيش تنظيف، حتى ممكن انه هذه تؤدي الى تلوث الاكل اللي بناكله في البيت. يعني الخضرة ممكن انها الخضرة ممكن انها تمسك اي فيروس مرض، اللحمة مكشوفة، فيش في مراقبة على الأسواق. فمن خلال جولتنا في المدينة وجدنا انه مدينة بيت لحم النظافة فيها معدومة، حتى النفايات على أطراف الشوارع لا مرفوعة مثلا. يعني احنا برضو بدنا نحمي المستهلك، ولكن بضائع في بعض المحلات، وفي واحنا بنعرف انه في الصحف المحلية وجدنا كثير بضاعة فاسدة في المدينة، وهذه في الوقت الحالي لسه موجودة في السوق، وهذه لازم يصير عليها مراقبة حتى من قبل البلدية، لأنه حماية صحة المواطن أهم شيء في موضوع الأمراض. وزي ما قلت في السابق، احنا خاصة المناطق المهمشة، المناطق الضيقة يعني والمهمشة، احنا زرناها ووجدنا برضو انه الخدمات ما بتصلها جيد، وهذا بيأثر على المستهلك في كل شيء. شكرا. واخيرا وليس اخرا، هو عادة بيقولوا ليديز فيرست، بس احنا مشينا طريقة تانية مع قائمة الاستقلال والتنمية. إن شاء الله بنقدر نحصل على الفيديو فورا. انتخبوا كتلة الاستقلال والتنمية، شركاء من أجل التغيير. الرقم الانتخابي 6، بيت لحم. يقولون أن المرأة هي نصف المجتمع، وأنا أقول هي التي تنجب النصف الآخر، فللمرأة الحق إذن بالمشاركة في القرار السياسي الذي يحدد طبيعة تطور وتنمية هذه المدينة. سنعمل معا رجالا ونساء في كتلة الاستقلال والتنمية من أجل النهوض بمدينة بيت لحم، مدينة السيد المسيح له المجد، من أجل إعادتها إلى مجدها. التغيير من أجل المناطق المهمشة. نظافة اليد من نظافة القلب، على أساس تعزيز مبدأ الشفافية في العمل. من أجل تطوير وتحسين المخطط الهيكلي والعمراني لمدينة بيت لحم، من أجل شبكة طرق جديدة لبيت لحم. الحفاظ على تراث أجدادنا واستخدامه كأداة لتنمية بيت لحم وتطويرها. لا استثناءات في تطبيق قوانين البلدية وأنظمتها. إعداد خطة استراتيجية شمولية تعمل للنهوض بمدينة بيت لحم اجتماعياً، ثقافياً، اقتصادياً وسياحياً. من حق كل امرأة، لأنه بإمكانها وباستطاعتها أن تشارك في عملية التغيير وصنع القرار والتنمية. العمل على تحقيق التوزيع العادل للمياه في المدينة وتحسين خدمة جمع وتدوير النفايات. مجلس استشاري يساهم من خلاله أبناء بيت لحم في صنع القرار. لأطفال بيت لحم الحق في منتزهات وحدائق عامة. للمواطن حق ببيئة نظيفة وآمنة، فلتكن بيت لحم خضراء. انتخبوا كتلة الاستقلال والتنمية، شركاء من أجل التغيير. الرقم الانتخابي 6، بيت لحم. سؤال للأستاذ فيرا بابون. المرأة نصف المجتمع وتنجب النصف الآخر، يعني شوي أنا شفتها تقيلة ولا لا؟ أليست حقيقة أنها تنجب النصف الآخر؟ عليه أعقب أول شيء، شكرا على التركيز على المرأة في الفيلم. نعم.
شكرا لدار الندوة على هذا الحفل. نعم، نحن شركاء من أجل التغيير رجال ونساء، فالمرأة كما الرجل تمتلك المقدرة، وهذا أهم موضوع نحن بنقدر نركز عليه. شركاء من أجل الحفاظ على كرامة المواطن وكرامة المدينة، كل في موقع، كل في مقدرته. هذا عنوان كتلة الاستقلال والتنمية، كرامة المواطن من أجل تقديم خدمات بشكل متساوي وشكل عادل يتبع المعايير، والحفاظ على كرامة المدينة من أجل تطويرها بشكل حضاري وعصري تخدم متطلبات المواطن العادي وتعكس صورة حضارية للسائح، فهو رسول المدينة إلى العالم. هذا نحن في كتلة الاستقلال والتنمية. فعلا الروح الرياضية في القاعة عالية جدا، لما بتطلع صعب أعرف مين راح يصوت لمين، لأنه عمالكم بتزقفوا للجميع. فهذا بس بمثل هاي الروح منقدر نبني بيت لحم، فشكرا لكم. والآن لنرجع إلى الشارع ولنسأل المواطن عن توقعاته من البلدية الجديدة وعن أهم مطالبه، فلنسمع ومن ثم سنعطي المجال لرؤساء الكتل للتعقيب بدقيقتين، ابتداء من الأستاذة فيرا، راح نأخذ أول ثلاث ومن ثم سنشاهد الفيديو الثاني ونأخذ الثلاث الآخرين. شوي حلو مرات الواحد يسمع للشارع، لأنه عندهم أشياء بيحكوها بجوز بعفوية، ولكن بيحكوا جواهر بتضحك، ولكن هي جواهر. المرات السابقة طلعت كلها على الفاضي، بس إحنا بنتمنى منهم تغيير الوضع للأحسن بالنسبة لمشاريع، لشباب، لوظائف، لحتى بنية تحتية كمان. بصراحة أهم إشي إنه يشوفوا مشكلة المي، لأن هي مشكلة كتير كبيرة عنا يعني بيت لحم أو بالمناطق اللي حواليها حتى. سنة البلدية انهم عمروا لنا البلد، يعني يضبطوا لنا الشوارع، الطرق، يأمنوا الشغل لنا، يعني هذا هو المطلوب. بس تشارك الشعب في تخفيض الاسعار، يعني بالنسبه للبيئه، للشوارع، للاداره كويس، للافضل. بصراحه ولا شيء، لانه شفنا البلديات اللي قبلهم يعني انتخبناهم وكذا وهيك ما عملوش شيء للبلد، راح تكون اسوأ من اللي قبلها. مش راح بجوز اول شهر يكون نشاط عندهم وبعدين تفرط. أهم مطلب اللي هو أسعار المي والكهرباء يعني. العنف ضد المرأة هذه حماية. أهم مطلب إن الناس يعني الشباب تشتغل. أهم مطلب بتمنى إنه يكون طبعاً في وظائف للشباب الخريجين الجديد بالجامعات وهيك. هذا من بلدية ولا لا؟ إنه أنا أخلص مثلاً جامعتي إني ألاقي وظيفتي، مش إني أستنى سنين لإني ألاقي وظيفة. إن شاء الله بتكون أحسن من اللي قبلها. بس يا عمي يعني ما بطلع بديهم إشي زي مكان رحمة الياس فريج. إحياء البلدة القديمة شغلة مهمة، الشارع اللي أنتوا فيه تطويره سياحيا، إرجاع إدخال السواح من منطقة العمل الكاثوليكي على المهد سيرا على الأقدام مش في باصات سياحية، هذه الأمور اللي بنتمناها من البلدية الجديدة. أنا أهم مطلب بالنسبة إلي إنه يعني يصير حركة في منطقة يعني بيت لحم، خصوصا في منطقة باب الدير. أهم مطلب اللي كانوا متفقين عليه على أساس إنه السياحة تنزل في عند العمل الكاثوليكي وتمشي في وسط البلد منشان يحيوا أهل البلد نفسهم في النص في البلد القديمة. فالمشروع هذا ما كملش، لا بنزلوهم بس في المجمع تاعه لمصالح شخصية. والله إحنا بالنسبة إن أهم مطلب إنه يصلحون المدينة بيت لحم القديمة، لأنهم كمان هم مشروعهم إنه يطوروا مدينة بيت لحم القديمة، وإن شاء الله بيطوروا لنا إياها من الأفضل للأفضل. أهم نقطة اللي عندي الأسرة، وهم بيحكوا عن الأسرة كثير، وأنا أسير محرر 8 سنوات وإلي أقارب بالسجن، وهم كل مناظرة بتصير كل ليلة بيحكوا عن الأسرة. كل الضفة الغربية ما حدا بيدفع إنارة الشوارع إلا منطقة بيت لحم، نتأمل إنهم يرفعوا هذه يعني الأجرة عن المواطنين.
أشياء المواد التموينية والأشياء هذه كلها مرتفعة وغالية. والله أنا بتوقع إنه يصير تحسن بس ما أعتقدش. ليش؟ لأنه جربنا السابقين كمان ما صار شيء جديد، يعني الكل بس بده يصل للمنصب ويقعد. غير أهم مطلبي إنه محاربة الفساد، تعمير البلد، الاهتمام بالناس أكثر من هيك. أهم مطلبي لي توسيع بحدود البلدية. الخريجين يتابعوهم لحتى وظائفهم، لأن إذا بنظل نعمل خريجين أكيد راح نصل لهجرتهم كلهم للخارج وما يضل عندنا حدا. رخصة المحل اليوم 400 دينار أردني، يمكن البلدية هاي تعني في رخصة أرخص تصير 150 دينار أردني، يعني إحنا الشعب الفلسطيني ماكلين هوا. والله البلدية الجديدة الله يعينها، إحنا بيت لحم زي السلسلة اللي خربانة كلها، يعني بدهم يبدوا من الأساس يغيروا أساس يطوروا البلد. يعني أكيد رايح يكون في تكسير، بس إحنا بدنا نعطيهم كمان فرصة، وهاي بعتقد إنها الفرصة النهائية لأي انتخابات بدها تصير في الشارع الفلسطيني. لفت نظري تدني التوقعات عند المواطنين، وكأن هناك حالة يأس من بلدية بيت لحم، بل يخالها الناس في تراجع مستمر. هل ستستطيع البلدية الجديدة أن تغير نظرة الناس فيها؟ وهل سيستطيع الجميع وحتى ولو لم يفوزوا بالرئاسة أن يتعاونوا لما فيه رفعة المدينة وازدهارها؟ أستاذ فيرا شو رأيك؟ هناك شقين للسؤال. الأفراد تعكس تاريخ مهني لكل واحد منهم وإنجازات، فإن كانت ثقة بالفرد فماضيه له دور وإنجازاته له دور، فلتشهد ماضيه على حاضره. الشق الثاني وهو مهم، المجلس البلدي معا، إن كان المجلس يعمل من أجل المصلحة العامة واتفقوا جميعا من أجل المدينة، سنعكس الثقة بشكل مباشر وغير مباشر، فقلوبنا إن كانت معا ستظهر من خلال اتفاقنا على الخطط. الإنجاز الأولي هو مهم، فبحسب الإنجاز الأولي يمكن إعادة الثقة بالمجلس البلدي. أما إذا حاولنا إقناع المواطن بأهمية التصويت الآن وإنه يعطينا الثقة، فهناك أزمة ثقة يا أبونا. فإله كل إنسان إنه يعتمد على القراءة الصحية والصحيحة لبرنامج وأشخاص الكتلة الواحدة، يتحكم بضميره ويعطي ما في قلبه من أجل تصويت بشكل صحيح وصحي نحو مجلس أفضل. شكرا. أخ صالح شو رأيك؟ بس تكبس على ممكن أستاذ فيرا بس تطفي من عندك. أيوة تفضل. يعني بدون شك لاحظنا إنه في إحباط من الناس بسبب ظروف معينة أو لم يطبق أي شيء بالنسبة لهم في البلديات السابقة، ولكن هذا مش المهم. أنا بحكي لك المهم عنا نحن في الوقت الحالي في منافسة. إحنا هذه المنافسة إذا ورجينا الشارع إنها كانت منافسة شريفة، ورجينا الشارع إنه إحنا ديمقراطيين بحق وحقيقة، مش إحنا نروح زي ما بيقولوها ندم في بعض ونحارب بعض. نحن بنضل أبناء بلد واحدة، وعلى هذا الأساس لازم نبني من الآن أساس نكسب ثقة الناس، نبني من الآن تجانس قبل الانتخابات وإن شاء الله تجانس ما بعد الانتخابات. عشان هيك الناس لما تشوف إنه في تجانس في الوقت الحالي أنا بقول الناس راح تطلع تصوت، وإحنا بنتمنى نطلع يصوتوا أساس ما بعدها زي ما قالت الأخت بيرا إحنا نكون كلنا في المجلس نخدم أهل المدينة فقط لا غير. شكرا. أستاذ روك شو رأيك؟ هل راح يكون في تجانس في البلدية الجديدة
وهل بتقدر ست قوائم تشترك مع بعض لنهضة البلد؟ أنا أعتقد بأنه النظام الانتخابي بنظام القائمة والتمثيل النسبي هي طريقة جيدة جدا للانتخابات السياسية وليس للانتخابات الخدماتية، وحيث إننا نسعى إلى خدمات إلى انتخابات خدماتية، فعلى المواطن أن يقترع ليختار الرجل المناسب في المكان المناسب، معتمد على خبرته، على مؤهلاته، على إمكانياته لخدمة البلد. لذلك في ظل هذا النظام قد يصعب أن نجد قائمة متجانسة ما لم يكن المرشحين أنفسهم لديهم النية الصادقة والعزم الأكيد لخدمة بيت لحم وأبناء بيت لحم، وليس لخدمة أو مآرب شخصية، فحينها لا يستطيع المجلس أن يؤدي عمله، وسيكون هناك تمترس وانقسام بين القوائم الفائزة. وأملنا كبير في أبناء بيت لحم بأنه جميع المرشحين 57 الموزعين على 6 قوائم أن تكون نيتهم خدمة بيت لحم وأبناء بيت لحم، وإنني أردد إيد بإيد نبني هذا البلد. شكرا. شكرا. أخيرا سألنا الشارع عن أكبر مشكلة تعاني منها مدينة بيت لحم، فكركم شو كانت الإجابات؟ هلا رحين نستمع، وبالتالي هاي بتعطينا فكرة عن شو الأولويات اللي الناس بتنتظرها من البلدية الجديدة. سنستمع إلى مشاكل الناس ومن ثم سنعطي رؤساء القوائم هنا. بتعاني من بيت لحم قصة المياه بالصيف مثلا، الواحد بيروح انه ما فيش مي للحمام، ما فيش مي للتنظيف ولا اشي، فصفت مشكلة كبيرة. يعني اهم اشي انه بتمنى من الاشي اللي راح يعني اللي ان شاء الله انه يصير انه يشوفوا حل مشكلة المي. اكبر مشكلة بتعاني فيها بيت لحم الشوارع، طرق يعني مش هذاك الشوارع، يعني ما فيش الا سياحة بيت لحم، مع العلم انه بيت لحم مدينة سياحية، فيش هذيك السياحة عندنا. بيت لحم أنا يعني أنا شخصيا يعني بحسها أفقر المدن في الضفة الغربية من ناحية زيادة البطالة وارتفاع الأسعار. الاقتصاد، السياحة أكثر إشي، يعني السياحة اللي مش داخل على المنطقة. أهم شغلة المفروض إنهم يعملوا شغلات اللي تخلي الزوار يجوا على البلد، ينشطوا البلد، بلد منطقة بيت لحم ميتة. المفروض انه يكون عندهم يعني افكار هاللي بيجون اجداد يعملوا شيء منيح للبلد. اللي هي نظافه الشوارع، في والله في شغلات يعني خاصه الطرق، الطرق ضيقة وسيارات بتزيد، انا شوفير عمومي عشان هيك شايفه، ويوسعون الطرق، يسوون طرق بديله. الطرق اكثر مشكله، الطرق ازمه كثير بتكون هيك. كان آخر فترة واجهنا مشكلة المي كتير، مثلا مشكلة انقطاع المي بشكل كبير، وللأسف ما لقيناش تحرك جدي بهذا الموضوع، ولقينا الناس قديش لسه عم بتعاني. ف يعني بتخيل انه هاي من أهم المشكلات الأساسية اللي كانت موجودة وما لقينا لاش حل. البطالة واردة بشكل يعني كتير كتير قوي، فيش حركة عمل بالنسبة للمواطن، عدم تكافؤ في نفس البلد هون ما بين البلدية والناس. الاقتصاد، هم يبسكوا من الاقتصاد وما قلت المصاري وقلت العيسى صحيحة. أهم مشكلة المياه بعتقد، لأن المياه يعني طول الصفية ما في مياه. والله مشاكل، أنا حسب معلوماتي ما فيش أي مشاكل فيها، لا 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 كل شيء تمام فيها، يعني عندك النفايات، عندك كل شيء ممتاز. حلو الواحد يسمع للشارع، فيها حكمة في الكلمات. فالسؤال للأخ جورج، يعني يبدو أنه مشكلة المياه مشكلة مستفحلة، شو الحل برأيك؟ لا، هو أنا ابتداء بقول بأنه المواطن بشكل عام يتحدث عن تحسين الخدمات للمواطنين، يعني دور البلدية في تقديم الخدمات، من ضمن هذه الخدمات المياه. يعني المواطن بتحدث أيضا عن الشوارع، عن الأرصفة،
والمياه عنصر رئيسي، يعني لا يمكن أن تكون هناك سياحة وتكون موجودة عندنا هذه الأعداد الكبيرة من الفنادق، بعتقد 21، وبعد هذا منقول أنه في نقص في المياه وفي الإمدادات المياهية، علما بأنه عندنا عدد من الأبار. هذه مشكلة يجب التصدي لها بجدية. المياه عنصر رئيسي في حياة البشر، خاصة إذا عرفنا أن الإسرائيليين استولوا على أكبر حوض مائي طبيعي موجود في محافظة بيت لحم، ولا يجوز في هناك 4 آبار موجودة في المنطقة تم افتتاحها بعد حضور السلطة الوطنية الفلسطينية. هذه الآبار يجب أن تتوسع. موضوع الصيانة، الصيانة للمواسير في الأرض، نسبة اللوسز بتسألهم عن نسبة الفاقد بيقول لك والله 40%، هذا بدفعها المواطن. بتسأل عن كل صيفية وإلا المطورات فيهن خراب وخرب المطور لنجيب مطور. هذه القضية نرجع للموضوع اللي بدأنا فيه بالأول، البيروقراطية يعني الإدارية، عدم الانتباه تماما إلى أمور الصيانة ومتابعة أمر المواطنين. المواطن يهتم فعلا في تحسين خدمات البلدية. يعني أحيانا بتشعر بأن المواطنين مثل البطالة وغيرها بتحدثوا أو بخلطوا ما بين السياسة وما بين الخدمات، ما بين دور المجالس البلدية وما بين السلطة كسلطة أو الدولة كدولة. هذه قضايا تتعلق بالوضع العام للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مشاكل متعددة، لعله واحدة أبسط منها هو المياه. هي بسيطة، ولكن لما الواحد بالصيف بده ياخذ شاور وما فيش مي زي ما حكت الصبية بتصير مشكلة يعني صعبة جدا. ولكن أخ نبيل، مشكلة تانية تبدو في الطرق والاكتظاظ المروري فيها، فشوف كتلتك إلها حل لهالمشكلة. في الحقيقة إحنا منواجه أكثر من مشكلة، لكن الأستاذ حدد لي، أبونا الراهب حدد لي سؤالي على الطرق. موضوع الطرق مهم جدا، والاكتظاظ السكاني في تزايد، لكن إحنا كنا منعرف إنه بلدية بيت لحم عندها تآخي مع بلديات عالمية أوروبية وإلها تواصل، وفي عندها تواصل، يجب أن يتم هناك أن يكون هناك تواصل ما بين البلدية ومهندسين البلدية وما بين المهندسين في المدن الأوروبية أو المدن اللي إلها اتفاقيات توأمة مع مدينة بيت لحم للتعاون ولإيجاد حلول للاكتظاظ السكاني نتيجة الطرق الضيقة اللي كلنا منعرفها أكثر من 60 عام على نفس طبيعتها، ما تغير منها شيء. أنا بدي أضيف في مجالات كثيرة، بدي أحكي إنه توجه البلدية هي ممثلة للشعب وهي ممثلة للنهج الديمقراطي اللي من خلاله الشعب بيمثل حريته في إبداء رأيه وفي تقرير مصيره وفي تقرير أيضا إدارة البلدية وعمل البلدية. مع الأسف الشديد إحنا ما عنا تواصل ما بين المواطن والبلديات حتى يطلعوا على قانون البلديات ودور البلديات ويكون في تفاعل وانسجام ويكون في قرار ما بين المواطن والبلدية. شكراً. المشكلة الثالثة اللي لفتت نظري هي مشكلة البطالة. يعني أنا كتلحمي بحس في نفسي إنه أسمع واحد بيقول بيت لحم ميتة. يعني بيت لحم مهدي المسيح، بيت لحم مدينة معروفة عن نطاق العالم، يقال عنها ميتة، مشكلة. فشو فكرك أستاذ أنطون الحل لمشكلة البطالة والاقتصاد؟ يعطيك العافية. أول إشي واضح إنه في هناك فهم
مش واضح لدور المجلس البلدي والبلدية، سواء بلدية بيت لحم أو خيرها من البلديات. وأنا كنت أتمنى على الجميع أنه يقرأ قانون الهيئات المحلية عشان يعرف شو الدور المخول والمفوض للبلدية بموجب القانون قبل ما يقول شو توقعاته من المجلس البلدي. المجلس البلدي والبلدية ليست شؤون اجتماعية وليست وزارة عمل. المجلس البلدي والبلدية في قانون وضعته السلطة الوطنية الفلسطينية بتحدد مهام البلدية والدور المنوط بالبلدية في العمل والشغل والأداء. وبالتالي دور البطالة مش دور البلدية. البلدية ممكن توصل لاتفاق في بعض الأحيان مع جهات مانحة تعطي برامج تشغيلية للمواطنين، وهذا الدور بتكون فيه البلدية. وواضح كمان أنه ما في متابعة لعمل البلدية. حكوا عن خطط وحكوا عن درسات وحكوا عن شراكة مجتمعية. بلدية بيت لحم بالتعاون مع معهد الأبحاث التطبيقية أريج وبالشراكة مع المجتمع المحلي اشتغلت خلال الأعوام الماضية على وضع مدينة بيت لحم جدول الأعمال المحلي للقرن 21، واللي عالج جميع المشاكل اللي بتتعلق في البلدية واحتياجات البلدية ودور المواطن ودور المجلس البلدي في حل المشاكل وتطوير المدينة. وبالتالي اللي قامت فيه البلدية والتي تقوم فيه البلدية مربوط بقانون ومحكوم في قانون. فالبطالة كبطالة مش مسؤولية البلدية، مسؤولية وزارة العمل. البلدية بتساعد من خلال برامج تشغيلية على إعطاء فرص عمل للمواطنين. خلص الوقت. بهذا نكون قد تعرفنا على البرامج الانتخابية للقوائم المختلفة، بالإضافة إلى شخصية المرشحين ورؤساء القوائم. والآن جاء دور المستمع والمشاهد والمواطن أن يرسل سؤاله على العنوان البريدي elections@dr.ps أو على صفحة ديار على الفيسبوك ديار كونسورتيوم، أو أن يكتبها في هذه القاعة على ورقة ويمررها باليد للمساعدين. وسنعطي لكل سؤال دقيقة، فهيك منقدر نأخذ 35 سؤال إذا أعطينا لكل واحد دقيقة واحدة. فهناك مئات الأسئلة، مش عمالني بلحق، يعني كل خمس ثواني عمالني بستقبل أسئلة جديدة. فبتأمل أنه نقدر نأخذ أكبر عدد ممكن منها. في البعض منها موجه ل أفراد وكتل، راح نأخذها بهاي الطريقة، ولكن في البعض منها عام، فبدنا نحاول إنه نعطي المجال لكل واحد سؤال وبعدين من عيد الكرة. بدي أبدأ سؤال إلى الكتلة التي تحدثت عن تحديث الحدائق وتطويرها. أين هي الحدائق التي سيتم تطويرها؟ وكيف ستفعلون ذلك؟ يعني هذا الشخص بده يعرف وين بدكم تعملوا الحدائق، مش عارف أني قائمة اللي حكت عن الحدائق. تفضل. موضوع الحدائق في بلدية بيت لحم، هناك حديقة، حديقة ماري دوتي، وهي حديقة حديثة ومتطورة جدا، ولكن للأسف الشديد لا يوجد علم لدى المواطن فيها، ولا مساهمة ولا مشاركة ولا زيارة لها. نحن سوف نقوم بتشجيع التوجه إلى هذه الحديقة للاستفادة منها، بالإضافة إلى استغلال كل زاوية وكل منطقة في مدينة بيت لحم، ولو كانت متر ونصف مترين، لوضع بعض الأشتال وتخضيرها وبعض المقاعد للاستفادة منها من قبل المواطن، كي تستطيع أن تكون في كل زاوية منطقة يستطيع أن يستجم بها المواطن أو يستريح بها المسن والمسنة من أبناء المدينة، وأيضا من السواح والسائحين والحجاج الذين يؤمون هذه المدينة. للأسف مدينة بيت لحم عندما باشرت وبادرت البلدية الحالية مشكورة بوضع بعض المقاعد، رأينا الثقافة العالية التي أخذت تحطم وتكسر وتخرب ما يوضع من بنوك ومن إشارات وما أشبه ذلك، فنحن بحاجة إلى مزيد من الثقافة.
شكرا. هو دقيقة معنا جورج، فينا نحط ساعة الدقيقة موجودة عندك؟ السؤال الثاني، شكرا. السؤال الثاني إلى كتلة الاستقلال والتنمية، ما هو حل مشكلة المسلخ في بيت لحم ضمن الظروف الحالية؟ مشكلة المسلخ تتعدى دور البلدية، هناك دور لوزارة الصحة، هناك دور لوزارة وقسم البيئة، ومن أهم ما أو الدور المهم للبلدية إنها تخاطب مشروع المسلخ بكل جدية وتقدم المشاريع اللازمة إلها. هلأ موضوع المسلخ ضروري جدا لحصر بشكل عام، إذا بدنا نقول مش اللحوم الفاسدة، التلوث البيئي بشكل عام، سواء بالدم ولا الرائحة ولا الحرق اللي موجود، فهناك دور ليس فقط للبلدية، هناك دور لوزارة الصحة. ليش؟ إذا ما فيش إمكانية نهد الموجود ونقيم، هذا مشروع كبير جدا، وبدون هذا المشروع التلحمي وبيت لحم ستعاني من مشكلة في الصحة والتلوث البيئي على السواء. لا يمكن أن تكمل أي بلدية دورها بشكل صحيح إذا لم تتم مخاطبته، وأنا أؤكد على ضرورة مخاطبة المسلخ. على فكرة قضية المسلخ قضية قديمة، أنا متذكر رحت مع الياس فريج مرة على ألمانيا قبل 15 سنة حتى نجيب توميل للمسلخ، وقالوا لنا بتحب تعقب تفضل بنص دقيقة التعقيب. لما بيبقى يعني موضوع المسلخ موضوع قديم جديد، هذا المسلخ قدمت أستراليا في الدورة في مشروع 2000 لبناء مسلخ بعشر ملايين، لكن كانت بتأخذه على طريقة بديكو. الآن في عدد من المؤسسات الانجيوز بتعرض أنه تقيم مسلخ حديث في هذه المدينة أو حتى للمحافظة، ويجب أن تقوم كافة كما قام هناك مجلس خدمات مشترك في بيت لحم للنفايات، أن يكون هناك مجلس مشترك من كافة البلديات لإقامة مسلخ حديث للمحافظة، ويكفي هذه المهزلة الصحية التي تجري في المدينة، لأن المسلخ يتم مراقبة اللحوم ويتم مراقبتها من كافة النواحي الصحية. إقامة المسلخ موجبة ومستوجبة بالنظام على المجالس البلدية، وعليها أن تجتمع لإقامة مجلس يليق ويكفي لمدينة بيت لحم حسب الأصول. أوكي شكرا. بهمش بدي أخذ أسئلة تانية. أوكي ضروري نص دقيقة لكل شخص كلمتين. أول إشي يوم أغلق المسلخ في حين لم يتم وضع بديل لإغلاق المسلخ، وبالتالي كان في ضرورة في تاريخ إغلاق المسلخ وبوجود ضرورة إقامة بديل. الشغلة الثانية، في خلاف في الفهم بين إنه المسلخ مشروع استثماري أو مشروع خدماتي، وللأسف إنه الجهات المانحة تتعامل مع المسلخ كمشروع استثماري على اعتبار إنه مشروع يستطيع أن يدر الدخل والربح، وبالتالي لا تتعامل معه كمشروع خدماتي كما ننظر إليه سواء في بلدية بيت لحم أو غيرها من البلديات، وبالتالي بحاجة إلى مشروع متكامل للمسلخ مع كل مدن المحافظة. شكرا، شكرا. واضحة النقطة. شكرا نبيل. آخر إشي موضوع المسلخ مهم جدا، وأعتقد أنه عشرات السنين المسلخ مغلق، ما حدا بيعرف إيش اللحمة اللي إحنا بنأكلها. يعقل 10 سنوات البلدية قاعدة بتنتظر من الدول المانحة 10 ملايين ولا 15 مليون حتى يسوونا مسلخ حديث ومتطور؟ ما كانش بإمكان البلدية تعمل لنا مشروع حسب قدراتنا على أساس إنه المواطن يحصل على لحمة نظيفة معروف إيش اللحمة اللي بأكلها بإمكانيات بسيطة برقابة، لأنه الإدارة بتحتم علينا، والضمير والعدالة والمسؤولية بتحتم علينا إنه نعمل ونجتهد لو بالإمكانيات القليلة الموجودة بين إيدينا. وشكرا. أوكي شكرا.
بس قسيس اذا ممكن بهمش النقطه اللي بعدها بس نقطه واحده في موضوع المراقبه على اللحمه. رجاء في هناك طبيب بيطري يراقب اللحمه اول باول في بلديه بيت لحم ويتابع اللحامين والقصابين بصوره مستمره بس عشان المواطن يعرف هذا الحكي. شكرا. اوكي في عشرات الاسئله على موضوع البلد القديمه، يبدو انه موضوع مهم للناس، فبدي اخذ ثلاث اسئله واطلب اجابات سريعه. السؤال الاول بيقول: يعاني شارع المدبسه بالتحديد من مشكله البسطات التي تؤدي اولا الى زياده الازدحام الموجود اصلا والى تشويه شكل البلده القديمه، هذا عدا عما يتركه الباعه من مخلفات ونفايات، هل لديكم حل جذري ونهائي وطويل الامد لهذه المشكله؟ مين بحب يجاوب على هذا السؤال؟ نبدا من استاذ توني هون. اول شيء موضوع البسطات موضوع للاسف الشديد متشعب وشائك، متشعب وشائك لسببين. السبب الاول انه في تداخل في الصلاحيات من بعض الدوائر الرسميه في السلطه الوطنيه الفلسطينيه في موضوع السماح لوجود مبسطين في الشارع، وهذه كانت نقطه خلافيه طويله عريضه بين المجلس البلدي الحالي والدوائر الاخرى، وكان هذا عبر تم التداول فيه عبر وسائل الاعلام والحديث فيه عبر وسائل الاعلام. نعم موضوع المزارعين الموجودين ما يسموا بالمزارعين ليس كلهم مزارعين، هم جزء بسيط منهم مزارعين والباقيين هم تجار، ولكن تحت شعار المزارع فارضين حالهم على البلدية وعلى المواطن وعلى الجميع، علما بأن المنتوج اللي بتاجروا فيه مش منتوج زراعي محلي، هو منتوج مستورد من إسرائيل، وبالتالي مثل المانجا مش موجودة عندنا. أوكي. شكرا. فعلا هو هذا. تفضل. يعني هو موضوع البسطات محقين المواطنين فيها، وجرت عدة محاولات لإزالتها، لكن لازم ننتبه مسألة أنه يجب أن يكون هناك سوق للبسطات واللي بنسميه المزارعين. تاريخيا كان السوق القديم اللي هو طبقتين، الطبقة السفلى كانت مخصصة للمزارعين تاريخيا يعني، والعليا كانت لأشياء أخرى. احنا فيما يتعلق في المزارعين هذه قضية يجوز تستطيع البلدية القيام بما يتطلب منها حسب الأصول، مش يعني على الشرطة أن تطيع موقف المجلس البلدي، على الشرطة أن تنفذ هذا، وما بعتقدش في هذه الصعوبة في أنه السلطة التنفيذية في البلد بترفض تنظيم الأمور إذا كانت البلدية عرضت البديل. مش بالضرورة البديل يكون في نفس المحيط، يعني من قيم سوق دائم زي ما تفضل القسيس حل مشكلتها نهائيا، يقام سوق للمزارعين في أي منطقة في المدينة وهكذا تحل المسألة. أما أن تبقى البسطات وتبقى الشرطة أو غيره يجامل، فأحنا لا نتحمل، لا تتحمل هذه المدينة السياحية ولا تتحمل البلدة القديمة هذا الوضع مع هذا الازدحام الكبير في السياحة. أوكي شكرا. نأخذ سؤال ثاني عن البلدة القديمة بلكن لهاي هذا الجزء. بيقول: إذا كنتم تعتزمون تحويل البلدة القديمة إلى مدينة سياحية شاملة، ماذا سيحصل لساكنيها حيث العديد منهم فقراء؟ مين بحب يجاوب؟ تفضلي بس تدعسي على يعني مش بالضرورة إذا تحولت المدينة سياحيا بالكامل إنها تأثر كمان على تجارة وعمل باقي التجار. هناك معايير لتحويل المدينة سياحيا وهناك أسس، وأي بلدية تحترم أو بتتبع المعايير العامة ستأخذ بعين الاعتبار المعايير السياحية ومعايير أهل السكان، فمش ممكن يكون تطوير المدينة سياحيا سيؤثر على موقع ودور ووضع أهل المدينة بشكل سلبي. شكرا. بدي أسأل سؤال تاني عن البلدة القديمة بلكم تقدروا تربطوه. بقول: ماذا سيفعل المرشحين على في إعادة إحياء الحياة لشارع النجمة التاريخي، وكيف سيحاربون الجهات التي تمنع من فتح هذا الشارع للسياحة؟ بعرفش إذا تفضل أستاذ صالح. أيوة أخ صالح تفضل.
يعني كان في مشروع في السابق وبدأت البلدية السابقة وفتحوا شارع راس فطيس، مثلا خلينا نقول على شارع راس فطيس، يعني لما بلشت بلدية وبلشت في المشروع واحنا رأينا انه اجى دعم للتجار او الدكاكين الصغيرة الموجودة في الشارع، ولكن بعدها لاحظنا انه هذه الدكاكين عودت اغلقت ولا مش عارف السبب فيها، انا اللي هو في احتكار للسياح. مدينة بيت لحم لا يستفيد منها السائح اللي بخش عليها، والسبب الأساسي هي مكاتب السياحة الإسرائيلية. مكاتب السياحة الإسرائيلية توزع هذه الباصات أو السواح وبتعطيهم لتجار معينين أو أصحاب نفوذ أو أصحاب شغل، ولكن في النهاية إنه ابن بيت لحم أو المهمشين لا يستفيدون منهم، فإحنا بدنا نحاول نعوض. شكرا نستفيدهم. شكرا، واضحة. نأخذ أستاذ روك، بتحب تعقب على هذا الموضوع؟ بس تدفع عندك تعمل معروف. أيوة، يعني أنا بدي أعلق على موضوعين مع بعض. موضوع مدينة بيت لحم، أنا أذكر عندما كنت طفلا صعدت إلى البلدية وطرقت باب رئيس البلدية، وكان المرحوم الياس فريج هو رئيس البلدية، وتكلمت معه على هدم بعض أجزاء من مدينة بيت لحم القديمة لبناء الصرح البلدي الحالي، وقلت إنه هذا الصرح يجب أن يبنى في هندازة لتمتد بلدية بيت لحم لهندازة، ويجب استملاك الأحياء القديمة لعملها مقاهي وفنادق للسياح، لأن السائح لا يرغب أن يأتي إلى الفنادق الحديثة المعمرة بالبطون والمشيدة ومطروشة ومدهونة، وإنما يريد أن يرى تراث مدينة بيت لحم، ولذلك يجب أن نحافظ عليه. وأنا إن كانت هناك إمكانية سأعمل على مع شركائنا في المجلس البلدي محاولة استدرار مشاريع لاستملاك بعض أجزاء من هذه الأحياء لتحويلها إلى منطقة سياحية. بدي أخذ أول شيء الأخ نبيل، بعدين لأنه ما أخذش دوره أغلبك بس إذا ما منحاز. أنا في أسئلة ما جاوبتش عليها وعطيتك الفرصة، فإذا بتحب تجاوب أنا فيش عندي مشكلة. لا بحكي بروح رياضية. على كل حال أنا راح أحكي بمختصر وراح أعطيك الوقت تحكي وتعبر واللي بدك إياه يا أبو جورج. حياك الله أبو يوسف. موضوع السياحي موضوع مهم جدا، وكلنا متواصلين وكلنا مهتمين بموضوع السياحة، وبالذات شارع راس فطيس. شارع راس فطيس أقاموا فيه المشاريع من قبل 10 سنوات، جمد، أخذت قرارات لم تنفذ على أرض الواقع، واجبنا إحنا ككتلة بيت لحم مستقلة فورا وسريعا حنأخذ الإجراءات والفرصة الكافية نعطيها لكل المواطنين في هذا الشارع حتى يستفيدوا، وحتى نحيي شارع النجمة ويكون المدخل الرئيسي لحجاج اللي من الجايين على كنيسة بيت لحم يعبروا الشارع الأساسي لهاي الكنيسة، ويكون المجال مفتوح. راح نعطي الدعم لكل التجار الموجودين ونعطيهم جميع الإمكانيات ونوفر لهم حتى إنه نسمحهم أول سنة أو سنتين من كل الملتزمات والواجبات تجاه البلد. شكرا أخ نبيل. أستاذ جورج، بتحب على هذا الموضوع بالذات؟ لا. كنت يعني كلمتين، مش قضية تعقيب. هذه المنطقة اللي هي شارع النجمة أو ما يطلق عليه راس فطيس، حاولت الغرفة التجارية وقدمت مشروع كبير ومعروف، وقدمت مساعدات مالية للمواطنين المالكين للعقارات وللمحلات العامة، لكن المجلس البلدي لم يتعاون مع الغرفة، كان هناك حالة تنافر، ولعلي أنا يعني بتحدث عن قضية بعرفها مباشرة. لذلك
كان هناك مشروع، أظن أخونا أبو ليث زياد البندك بيذكر بأنه كان في ضرورة يكون هناك مشروع لترين صغير كهربائي حتى نحي المنطقة وتصل إلى وراء المهد، يعني المنطقة هناك. هذه يعني يجب أن يكون هناك إبداعات حتى نشجع كمان المواطن أنه يستمر في فتح محلاته في شارعه. أوكي. شكراً. أنتم تحب تفضل. موضوع شارع النجمة، الموضوع القديم الحديث في مدينة بيت لحم. شارع النجمة بلدية بيت لحم بتمويل من التعاون الإسباني حصلت على تمويل في مشروع بيت لحم 2000 لترميم شارع النجمة، وبالفعل تم ذلك بتكلفة إجمالية بحوالي 2 مليون دولار. إلا أن هناك وقع تناقض بين أمرين، بين اتفاقية وقعت مع شركة فلسطين للاستثمار العقاري في موضوع تحميل وتنزيل السواح، وبين الاتفاقية اللي عقدت مع التعاون الإسباني في أن مشروع شارع النجمة ليكون شارع النجمة هو الشارع الرئيسي الأول في مدينة بيت لحم. وعندما قرر مجلس بلدية بيت لحم في حينه أنه ينزل السواح عند دوار العمل الكاثوليكي، وباشر السواح ينزل عند دوار العمل الكاثوليكي في نهاية 99 وبداية 2000، تلاقت مصالح شركة فلسطين الاستثمار العقاري مع بعض الإخوان أصحاب المصالح السياحية، وبالتالي كان في هناك حملة احتجاجات واسعة على مجلس بلدية بيت لحم في حينه، وكان في هناك مسؤولية قانونية مترتبة على الموضوع فيما إذا استمر في تنزيل السواح في ساحة المهد، فما كان من المجلس البلدي في حينه إلا أن يعود عن قراره تحت الضغط المورس ضده في حينه. وبالتالي بعدها أجت الانتفاضة والأمور اتخربشت. هذا الجانب. الجانب الآخر، بلدية بيت لحم لم تتناقض مع أي جهة في موضوع إعفاء أصحاب المحلات التجارية في شارع النجمة من رسوم الحرف والصناعات والنفايات ضمن صلاحياتها وإمكانياتها. ثلاث، بلدية بيت لحم حصلت على تمويل، والآن بالتعاون مع مركز حفظ التراث وجمعية مار أفرام للسديان الأرثوذكس ولجنة أوقاف كنيسة العذراء مريم للسديان الأرثوذكس على ترميم حوش السريان كأول معلم سياحي، مقصف سياحي في مدينة بيت لحم داخل البلدة القديمة، والترميم جاري بتمويل إيطالي وبمشروع لبلدية أوكي. بيت لحم أحضرته، وبالتالي مشروع ترميم البلدة القديمة بلدية بيت لحم باشرت أوكي. فيه وإن شاء الله. شكرا. هذه هلا دعاية انتخابية للمجلس البلد السابق. بدي أخذ في أسئلة كثيرة بتتصوروش عمالها بتورد كثير أسئلة، فبدي أنتقل لموضوع تاني بحكي هل هناك خطة لإحياء الثقافة في المدينة والتراث وما هي أهم معالمها؟ يا ريت إذا بنسمع بلكن مين بحب يحكي. أستاذة فيرا بعدين أخرج. بس هناك خطة مفروض من الجميع أنه يتبعها، خاصة أنه في بيت لحم هناك قصر المؤتمرات، هناك الفنادق، هناك المطاعم. فإن لم تمثل مدينة بيت لحم مدينة المؤتمرات، تحتضن كافة المؤتمرات الموجودة في الضفة وفي كافة المدن، فهناك سيكون نقص إحنا يجب أن ندعمه. مدينة بيت لحم مدينة المؤتمرات. تنين، مدينة بيت لحم تحمل الهوية الدينية، وهناك إمكانية لتفعيل احتفالات دينية وثقافية أيضا بكافة المرافق، فهناك الهوية. إذا منجمع التنين عندنا جامعة بيت لحم، هناك المثقفين، هناك كافة المؤسسات، هناك بمجملها مع بعض بنقدر احنا نخلق حالة ثقافية واضحة، وخاصة انه احنا نمتلك كافة المرافق لهذا الموضوع. أوكي. شكرا. بيت لحم مدينة مؤتمرات هو احد الشعارات اللي رفعتها دار الندوة من زمان على فكرة. بس استاذ روك تفضل. تعقيب بسيط على موضوع التراث، أنا زرت مدينة صغيرة جدا لا تتعدى أن تكون حي من أحياء بيت لحم، والعديد منكم زاروها، آيانابا في قبرص، وكان هناك لديهم ساحة صغيرة أصغر من ساحتنا بكثير، ولكن كان هناك يومين بالأسبوع
لإحياء التراث القبرصي، وكان هناك دائما دبكات ورقصات وأغاني وأهزيج في يومين محددين، نرى الطعام القبرصي ونرى الزي القبرصي ونرى الأهزيج والأغاني والاحتفالات، وموضوع على جدول البلدية وجدول وزارة السياحة بالتعاون، ويسوق عالميا من أجل استجلاب السواح وإحياء أمسيات في يومين على مدار السنة في الأسبوع. هكذا برنامج ممكن أن نطور التراث، بالإضافة إلى ما تفضلوا به بضرورة أن تكون مدينة بيت لحم مدينة المؤتمرات العالمية والدينية. شكرا. صالح تفضل. يعني أنا عملت في مجال السياحة كثير، معظم السواح اللي بدخلوا على عن طريق إسرائيل في البرنامج بيدي عندهم إشي اسمه التراث الإسرائيلي أو التراث اليهودي، فهم شو بيسووا، بأخذوا الباص وبينزلوهم على زي مطعم وبدفع السائح 20 دولار وبورجيهم بيرقصولهم رقصات إسرائيلية، بعطوهم الزي، حتى أخذوا منا التطريز بالنسبة لهم صار تراث إسرائيلي. إحنا بنشجع في مدينة بيت لحم عشان يصير برضو عنا حياة ليلية، إحنا بنحط في مكاتب سياحية من طالب إنه يصير يجيب السواع عنا في الليل، إحنا عنا دبكات، عنا ناس تشغل صناعة يدوية، عنا تطريز، وممكن في خلال هذه المشاريع إنه يصير عنا برضو حياة ليلية للسائح في المدينة. شكرا. شكرا. ناخذ هون. أوكي. طيب. يعني فيما يتعلق في موضوع الثقافة والتراث حيث لا ينفصل الشيئان، موضوع الثقافة يجب على بلدية بيت لحم أن يكون لها مكتبة عامة، ولعلها إحدى البلديات القليلة في الضفة الغربية التي لا يوجد بها مكتبة عامة. كانت البلدية قد نوت في 77 إقامة مكتبة عامة، فعرضت جامعة بيت لحم أن تكون مكتبتها مفتوحة، ولكنها لم تنفذ هذا رغم وجود تعاقد بينها وبين المجلس البلدي، أنا كنت أحد الموقعين عليه. ثانيا، أنا بعتقد موضوع التراث هو بحاجة إلى مؤسسة ترعاها البلدية بالتعاون مع أصحاب محلات السوفينير أو ما يطلق عليه السنتواري، لأنه لا يجوز أن يكون هناك منتفعين ضيقين وقليلين من الحالة السياحية وأن لا تستفيد المدينة من ذلك. عليهم أن يساهموا أن يكون صندوق خاص ترعاه مؤسسة عامة لإحياء التراث ومثل هذه الاحتفاليات التي يجب أن تقام دائما. شكرا. أنتون تفضل. الحضارة والثقافة أو التراث والثقافة أمرين متلازمين، فالثقافة هي تربية وسلوك ونهج، فإذا لم نربي أجيالنا وأبنائنا على أن هناك ثقافة وطنية تراثية تحفظ مجالات التراث بجميع أشكاله، لأن التراث مش بس دبكة وغنوية، التراث دبكة، التراث أكل تراثي، التراث فن، في عدة جوانب، وبالتالي يوم نتحدث عن التراث نتحدث على مختلف مجالات الحياة اللي توارثها الشعب الفلسطيني وأهالي بيت لحم عبر الأجيال الماضية، واليوم صارت مهددة بالضياع، والسبب إنه نحن ما بنينا في جيلنا وأجيالنا ومدارسنا وبيوتنا ثقافة، تربية، سلوك، منهج يتعلم الطفل فيه بضرورة توارث. توارث يعني القصص التراثية المتوارثة اليوم شبه انعدمت، وبالتالي هناك واجب على البلدية، نعم واجب على التربية والتعليم والمدارس واجب، وعلى الأهل في البيت واجب، وهذه ثقافة بتكون عبارة عن سلسلة من الإجراءات بتضمن للمواطن الفلسطيني النمو والارتقاء في فكره للحفاظ على تراثه في مختلف مجالات حياته. شكرا. شكرا. بدي أخذ سؤالين هم مربوطين مع بعض، لفتوا نظري بفكر سؤالين مهمين. السؤال الأول بيقول: جميعكم ذكرتم في برنامجكم برامج طموحة للتطوير، ولكننا نعلم أن البلدية مفلسة وتفتقر للموارد، فمن أين ستأتون بالمال؟ هذا سؤال.
السؤال الثاني هو بالضبط بعكسه، بيقول ما هي نقاط القوة لمدينة بيت لحم عدا كونها مهد السيد المسيح، والتي بالإمكان تسخيرها للنهوض بالمدينة؟ سؤالين بس فكر كتير فيهم عمق، فياريت نسمع للإجابات. شكلك أخت فيرا حابة تجاوب عليهم، بس ياريت إذا بتدعسي على بيت لحم. هي مصدر استقطاب رائع لكل المشاريع اللي بتدر الإفادة والموارد والإيرادات على المدينة. التنظيم الجيد والخطاب الصحيح للمشاريع وإقناع الممول بأهميتها للاستثمار بها في منطقة بيت لحم يمكن أن تحيي ويمكن أن تزيد من الفعالية. فإذن المهم في نظري نحن كم نجيد تقديم أنفسنا للممول حتى يتم الاستفادة من هذا المشروع أو من ذاك المشروع. هناك الكثيرون اللي بدهم فعلاً يمولوا بيت لحم، والكثيرين اللي بدهم يستثمروا في بيت لحم، وكثيرين بدهم يساعدوا بيت لحم. هذه من ناحية. شو المشكلة إذن؟ عدم الإدارة الصحيحة للموارد حتى لو كانت بسيطة. إن كان هناك إدارة صحيحة سيكون هناك نتائج أصح. لابد في موقع ما إنه كان هناك سوء إدارة للموارد. أوكي شكراً أستاذ روك، تفضل. ما أرغب أن أقوله بأن بيت لحم غنية، غنية بمواطنها، غنية بسكانها، غنية بأبنائها. فنحن بهؤلاء نستطيع أن نبني المدينة. ليس الأموال من تجلب المواطن، وإنما المواطن هو من يثبت. لا أريد مدينة غنية ولا أريد مدينة سياحية بلا مواطن ابن بيت لحم. نحن نعمل من أجل خدمة ابن بيت لحم، نحن نعمل من أجل أن نبقى على هذه الأرض، ولا أن نكون تاريخ بدون حاضر ولا ماضي ولا مستقبل. نعم، إن مدينة بيت لحم جزء لا يتجزأ من منظومة فلسطين، ولكن لدينا من أبناء بيت لحم في الخارج، سوف نتواصل معهم ونقيم معهم ليستثمروا في هذه المدينة، مدينة أبائهم وأجدادهم لمستقبل أبنائهم. شكراً. على فكرة ديار عملت كتاب عن النص مليون تلحم اللي عايشين في أمريكا اللاتينية. هاي نقطة بفكر كمان كتير مهمة. نبيل أظن ما حكاش كتير فلازم نعطيه الدور، تفضل. بس أغلبك أنا بضم صوتي للإخوة اللي سبقوني، لكن في نقطة مهمة ومهمة جدا. بلدية بيت لحم بقولوا أو في أقاويل وإشاعة إنها فقيرة ومحتاجة لموارد، والكل بتغنى وبقول إنه المستثمرين جاهزين، وإحنا كلنا بنعرف إنه أهلها كرام وعظام، نحترمهم كلهم لأنه عندهم انتماء صادق لمدينة بيت لحم. لكن ينقصنا شيء واحد، الإدارة والشفافية، الانتماء والصدق. لا أحد يعلم شيء عن أي ميزانية بتدخل للبلدية. وين دورنا إحنا كمواطنين؟ وين وجودنا إحنا كلجنة منشارك في المجلس البلدي حتى نكون مطلعين، وحتى يكون في تقرير إداري ومالي من بلدية بيت لحم؟ إحنا سنعمل على تقرير إداري ومالي كل 3 شهور، مش دعاية انتخابية يا أستاذ. شكرا. أوكي شكرا. مين أستاذ جورج أو توني تعقيب على هذا الموضوع؟ أبو يوسف تفضل. الله يكبر واجبك يا سيدي. الحقيقة المشكلة الرئيسية لعلها غياب الخطة الاستراتيجية في المجالس البلدية المختلفة والمتعددة. تحتاج البلدية إلى خطة استراتيجية ضرورية جدا. فالبلدية هي واحدة من أكثر المدن في فلسطين التي لديها أملاك عقارية.
قد يقول البعض أن هناك الكثير منها أجور قديمة ومنخفضة في الطرق لإعادة النظر في كافة هذه الأمور وإعادة صياغتها، إنما ضمن الخطة العامة أيضا فيما يتعلق بالتوأم والمغتربين، وهي أمور بنت دولة زي في حجم لبنان بعد الحرب العالمية الأهلية اللبنانية، يجب أن تكون هناك مشاريع تقدم إلى هذه الجهات وإلى المغتربين وإلى البلدان المتوأمة معهم. يعني الآن بنوا المدبسة اللي توأمنا معها بلدية كولون، والآن في أيضا مرة ثانية مشروع، فهكذا النموذج الذي يجب أن يتبع. شكرا. تحب تعقب شيء أخير؟ أوكي تفضل. يعني أولا يوم ما نحكي عن موضوع توظيف الموارد المالية في البلدية، أنا كعضو مجلس بلدي استقلت عشان أرشح حالي، بقول بفتخر في المجلس البلدي الحالي على الرغم مما يقال، لأنه واضح بأنه ما في معرفة بأداء البلدية. البلدية بلدية بيت لحم هي البلدية الثانية على مستوى الوطن في الأداء المالي، وكان بشهادة وزارة الحكم المحلي والرقابة العامة في السلطة الوطنية الفلسطينية بدون منازع جابتها، كان تقديرها في الإدارة المالية جيد جداً، والرقابة العامة موجودة والنشرات على الإنترنت موجودة، وكل واحد بحب يطلع ممكن أنه يطلع على حقيقة أنه بلدية بيت لحم هي البلدية الثانية على مستوى الوطن في الأداء المالي والإداري. هذا توضيح واحد. التوضيح الثاني الخطة الاستراتيجية، نعم هي الخطة الاستراتيجية وكل مواطن بحب يطلع عليها موجودة، والمجلس القادم إن شاء الله بيقدر يدرسها، وإذا رأى إنها بحاجة لتعديل عدلها. ثالث إشي، بيت لحم في مشروع بيت لحم 2000 حصلت على موارد مالية كبيرة، ولكن أنا كمواطن في برأيي إنه توظيف الأموال اللي تمت من خلال مشروع بيت لحم 2000 ما كان على المستوى المطلوب منه، وبالتالي أصبحت المشاريع اللي أقامها مشروع بيت لحم 2000 مشروع يشكل عبء على بلدية بيت لحم، وأنتوا كلكم شايفين سواء على مستوى الخطوط المجاري أو على مستوى البلاط أو على غيره. اليوم بلدية بيت لحم مطالبة بإعادة تأهيل الشوارع اللي تم تبليطها لأنه أثبت أنه البلاط غير مجدي، وبالتالي هذه بحاجة إلى ميزانيات من جهات مانحة تؤمن بضرورة توظيف الأموال في المرحلة القادمة لعمل التأهيل اللازم للشوارع. عشان هيك شكراً. يعني رجاء فيما يتعلق في التدقيق، بلدية بيت لحم وأسوة من باقي البلديات في عندها تدقيق داخلي، في عندها تدقيق نحكي على الماضي. بيمش لا ما بيمش بس كمان كمان الناس لازم تعرف الحقيقة. في تدقيق داخلي، في تدقيق مدقق حسابات خصوصي، في تدقيق الرقابة العامة، وفي تدقيق الحكم المحلي. للتوضيح بس، للتوضيح عشان ما نضلش نجلد بلدنا، ومن بكرة المجلس القادم اللي بده يجي الناس ما تجلدوش، تعرف الحقيقة. شكرا. اوكي بهمش 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 استاذ نبي بهمش 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 لا 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 بأرجوك، احنا يعني عفوا الندوة، احنا مع احترامنا وصديقي الدكتور انطون عم يحكي عن المستقبل مش على الماضي، بس احنا ما بنحكي عن بلدية بيت لحم. اصلا البلدية هي مفسدة وفاسدة ولم تقدم شيء بتناقضها. يا جماعة بهمش. شكرا يا ابو يوسف، بس والله البلدية توارثت. لا لا بهمش، بدي لا بس مفسدة وفاسدة رجاء. يا جماعة بهمش، بديناها بروح طيبة. احنا مش جايين نحكي على البلدية القديمة، جايين نسمع شو بدنا نعمل للمستقبل. فبالتالي بس بحب اذكر في هذا المجال انه حاليا شركة السي سي سي سعيد خوري عمالهم بوضعوا خطة أخرى وبيحاولوا يجندوا أموال جديدة، فبالتالي بجوز يكون في مستقبل. ولكن أخيراً ضل معنا 7 دقائق، بدي أعطي لكل رئيس، كنت أقول لكل متسابق بس إحنا مش في سباق، فبدي أعطي لكل رئيس قائمة دقيقة واحدة يعطينا يعني مسك الختام، يعني كيف بده يقنعنا هاي الليلة
مش بالتهجم على الآخرين، كيف بده يقنعنا إنه في عنده إشي يحكيه ليقنع هالمشاهد وهالمستمع وهالحاضرين بالتصويت لقائمته؟ فبدي أبدأ مع الأخت فيرا. بيت لحم أمانة في رقابنا، بيت لحم هي عنواننا، إذا إحنا ما وقفنا لها بأمانة هي مش رح توقف لنا بالشكل وبالكرامة وبالذات بروحانيتها. فإن بيت لحم في يوم حضنتنا بروحها، خلينا نحنا نحضنها بأمانتنا وبعطائنا وبصوتنا جميعا، كل واحد في مكانه وكل واحد في موقعه. شكرا أستاذ صالح، تفضل. بس إذا ممكن يعني لا شك إنه جميع الإخوة هون في الكتل دخلوا عشان يخدموا مدينة بيت لحم، وإحنا بنفس الشيء، في عنا صحة، في عنا تعليم، في عنا مدارس، في عنا برنامج طويل، ولكن إذا بدنا نقعد نحكي في الماضي ونحكي وننسى المستقبل ولا عمرنا راح نسوي شغلة. فعشان هيك أنا بقول يا إخوان خلينا نبدأ نخطط من يوم السبت، وبعد يوم السبت إن شاء الله موفقين الجميع إنه كيف نقدم لمدينة بيت لحم ونخدم لجميع السكان الموجودين في المدينة. شكرا. شكرا بس أغلبك تطفي عندك. أبناء بيت لحم عازمين على إضافة لبنة جديدة على بناء السلف من المجالس المتعاقبة، شاكرين كل المجالس السابقة التي خدمت مدينتنا بإخلاص ومحبة وتفاني، واضعين برنامج كتلتنا المتواضع أبناء مواطننا في بيت لحم، لأن المواطن هو أغلى ما نملك. ونحن في أبناء بيت لحم وفي برنامجنا نقول: تؤمن كتلة بيت الأبناء بيت لحم بضرورة التشجيع على المشاركة في الانتخابات، حيث أن الصوت الانتخابي أمانة في أعناق الجميع. لذلك ندعو كل مواطن أن يمارس حقه ولا يسمح لأحد أن يسلبه هذا الحق للمشاركة في العرس الوطني. نحن نتنافس على نيل ثقة المواطن ولا نخوض معارك انتخابية ضد بعضنا البعض. شكراً. شكراً. تفضل. يعني احنا اسمينا الكتلة بيت لحم للجميع، وهي لكافة سكانها، وأكرر ما قلت ابتداء أننا نتحدث عن مواطنون، أن نرتقي بهذه المدينة إلى ما تستحق، وأن لا نعيش في الأمان والغيبيات. هذه مدينة كبيرة بحجمها، وهي نافذة فلسطين إلى العالم. فإذا علمنا وأدركنا بأن العالم يتحدث الآن عن الشرعية الفلسطينية، فلنفهم أن هذه الانتخابات ستقدم إلى العالم رؤية عن الشرعية الفلسطينية القائمة على الأرض، وعلى المواطنين التقدم إلى هذه الانتخابات لتأكيد شرعيتنا الوطنية في أرضنا وتأكيد شرعيتنا في وطننا. بلدية بيت لحم هي هذه النافذة، لكنها ليست فقط مجرد موقع، هي الطريق إلى تحقيق واستكمال الاستقلال الوطني الفلسطيني بالشرعية التي ستقدمونها بالأغلبية بالتصويت. شكراً. أنا بقول هذا اللقاء وهذه المقابلات شدتنا، حركت مشاعرنا، هذا هو إحساسنا، هذا هو شعورنا. نعلم بكل شيء وعنا اطلاع على كل شيء، دائما نحن موجودين بين الناس، دائما نسمع همومهم. عنا رؤية وعنا إثباتات وعنا أوراق وعنا عقود وقعت. نعلم كل شيء، سنلغي كل شيء إن شاء الله، وسوف نكون نحن كلنا على العهد مع أهل مدينتنا، نجدد لها التزاماتنا ببرنامجنا وعهدنا الأمين الصادق. نقدم لكم كتلتنا كهدية من أجل مدينة بيت لحم،
والله يوفق الجميع واتمنى النجاح للكل. شكرا. شكرا. نبيل أغلبك بس الكبسة. تفضل. الوجود في المجلس البلدي هو تكليف وليس تشريف، وبالتالي على عضو المجلس البلدي انه يكون انتمائه مش شعار، يكون انتمائه التزام بالمدينة وقضايا مواطنيها، تكون الممارسة صحيحة وسليمة، ويكون في هناك تضحية لأنه بيت لحم بتستحق منا الكثير، وبتستحق منا أن نكون شركاء مجلس بلدي ومواطنين لخدمة مدينة بيت لحم. وإذا لم تكن هناك شراكة واضحة بالتزامات متبادلة بين المجلس البلدي وهو صاحب النسبة الأعلى في الالتزام مع المواطن في مدينة بيت لحم، أنا بتقديري ورأيي أنه العمل راح يكون صعب وشاق. وبالتالي من هنا ندعو المواطنين في مدينة بيت لحم في المستقبل ببناء شراكة حقيقية بالتعاون مع المجلس البلدي خدمة لمدينة بيت لحم ومواطنيها ولرفعة شأنها وازدهارها. شكرا. شكرا. أيها الإخوة والأخوات، نرجو أن نكون قد وفقنا في تسليط الضوء على برامج القوائم المختلفة، وأن نكون قد ساعدنا الأغلبية العظمى الصامتة في اتخاذ القرار يوم السبت القادم، على أمل أن نكون قد أغنينا النقاش وقدمنا القليل لإنجاح عملية انتخابات ديمقراطية تليق بهذه المدينة العريقة، مهد الخلاص، بلد الحضارة والإيمان والتعددية. في الختام لا يسعني، ما لازم تزقفوا هلا للمرشحين تبعونكم. في الختام فالرجاء، في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى رؤساء القوائم جميعا، الأستاذة فيرا بابون قائمة الاستقلال والتنمية، السيد صالح البندك قائمة المستقبل، الأستاذ روك روك قائمة أبناء بيت لحم، السيد جورج حزبون قائمة بيت لحم للجميع، السيد نبيل قواس قائمة بيت لحم المستقلة، والأستاذ أنطون سلمان قائمة بلدنا. الشكر، الشكر، كل الشكر لطاقم ديار كبيرا وصغيرا. تصوروش قديش تعبوا معنا، رنا خوري، لارا نصار، إنجي سابا، إيهاب مصلح، جورج السعدي، سيفان كركشيان، هبة ناصر، تغريد العزة، رائد حزبون، وكثيرين. الشكر لتلفزيون فلسطين المباشر، لراديو بيت لحم 2000 وموال، لطواقم الأمن، والشكر لكم جميعا على هاي الروح الرياضية والمعنوية العالية. باسمكم أود أن أقدم آخر إصدارات ديار لكل من رؤساء القوائم الست، وهو كتاب بيت لحم ومصوروها، والذي يؤرخ التصوير لهذه المدينة العريقة. شكرا لكم جميعا. شو عملت لي بالبلد عم تفضى شوي شوي، شو عملت لي بالولد راح وما سأل علي، أنا شو عملت لي بالبلد عم تفضى شوي شوي، شو عملت لي بالولد راح وما سأل علي، شو عملت لي بالبلد عم تفضى شوي شوي.